السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اهلا بكم معايا في فيديو جديد. فيديو النهاردة ان شاء الله هننفذ القمر ده، شايفين؟ هننفذ كده حاجة شيك جدا وسهلة جدا، من حاجات بنرميها من علب التونة وشوية كرتون. هننفذ الفكرة القمر دي، منظم تقدر تستخدميه منظم لأي حاجة عندك، شايفين؟ ممكن لتوك، ممكن اي اكسسوارات عندك. شكله شيك جدا وسهل جدا وحاجة جديدة كده. اهو اهو هنا نقدر نقفله بالطريقة دي. هتستغلي اي حاجة عندك وهتنفذي القمر ده. يلا تابعوا معايا الفيديو، ولو اول مرة تشوفيني انزلي اعملي اشتراك للقناة وفعلي زر الجرس ولايك للفيديو، ويلا نبدأ على بركة الله. نبدأ فيديو النهاردة. زي ما اتفقنا ان هنستغل علب التونة اللي عندنا بعد فكرة النهاردة. زي ما شفنا في بداية الفيديو، مش هترمي علب التونة تاني. طبعا بنغسلها كويس وبنشيل الورق اللي فيها. احنا هنحتاج 4، وممكن لو عايزين نكبرها نعملهم 9 او 6. تمام. نبدأ. اول حاجة هنجيب 3 قطع كرتون بالشكل ده، مقاس 20 في 20، قطعتين قد بعض مقاس 20 في 20، والقطعة التالتة مقاس 7 في 27. وهنعمل ايه؟ هنجيب معانا قماش الخيش. تمام. ممكن نستخدم قماش الخيش، ممكن نستخدم اي نوع قماش تاني متوفر عندك تستغليه في الفكرة دي. تمام. انا هبدأ هعمل ايه؟ هثبت القماش بتاعي ده على الكرتون، هثبته بالشمع بالشكل ده. هنا زي ما احنا شايفين انا ثبت قطعة الخيش على الكرتون كله. هنا بس هثبت اطراف الكرتون برضه كده على الخيش بالشكل ده. كل الاطراف دي كده هثبتها اهو. كده وكمان كده. تمام. وهنا هبدأ اجيب قطعة تانية من الخيش وهغطي جزء الكرتون ده كله كده. تمام كده ثبت الخيش عليها. هبدأ هعمل هقص الزيادة بالشكل ده. هكملها كلها. تمام كده القطعة بتاعتنا بالشكل ده. هبدأ خلاص هسيب دي كده على جنب، وهنبدأ نزين علب التونة مش من الخيش. وهبدأ هثبت كده اول حاجة الخيش كده من جوه. بدوران كده. طبعا الخيش ده ممكن نشتريه، ممكن لو عندنا في الشكاير الرز تستغليها في الافكار دي. الخيش بيتعمل منه افكار كتير وكلها جميلة، يعني مش شرط تشتريه. تمام. بعدها بعمل بقلبها كده وثبت اخر جزء كده. تمام. وهنا بثبت البداية والنهاية على بعض كده، وببدأ أقص كده من تحت. بثبت الزيادة دي في القاعدة كده من تحت.
اخر حاجة بعملها بجيب ورقة فوم وبحطها في القاعدة كده اهو منورة، بقيس قد دوران علبة التونة بتاعتي اهو كده. ايه معايا الاربعة، هبدأ هثبتهم هنا على الكرتونة بالشكل ده. تمام يا بنات، هنا بعد ما ثبتهم هبدأ هنا عندي شريط دانتيل كده او ممكن اي وسيلة للتزيين عندك متاحة، فهبدأ هزين بيها العلب بتاعتي بالشكل ده. اي وسيلة عندك، استراس دانتيل زي كده، اي حاجة هزيني بيها، ممكن بلولي بس. شايفين شكلها يا بنات؟ هنا هبدأ ايه، هجيب جزء من الدانتيل كده وهثبته هنا بالشمع كده. تمام، وهنا ممكن اي حاجة عندك، ممكن بوش كده او زرار او اي حاجة، ممكن شايفة شكلها حلو، هبدأ هثبته هنا وهثبت فيه كمان ايه القفل المغناطيس ده، هثبته كده وهثبته من هنا. تمام، انا بس عايزة ينشف شوية عشان ابدأ اقفل بيه. اخر حاجة يا بنات هبدأ بشريط استرس او ممكن من نفس الدانتيل، هزين بيه ايه القطعة بتاعتي دي كلها كده من على الحروف بالشكل ده، هثبتها كده فيها كلها، هلفها فيها كلها بحيث تثبت معايا بالشكل ده. وادي هنا ثبتنا القفل بتاعنا اهو اهو. تمام، اخر مرحلة هبدأ هثبت الاسترس بالشكل ده. شايفين يا بنات ده شكلها بعد ما ثبت الاسترس عليها بالشكل ده، وهنا من فوق كده زينتها بلولي، ممكن لو عندك وردة اي حاجة تزيني بيها كده من فوق هتزيني بيها. شايفين شكله تحفة جدا، منظم تحفة جدا. شايفين هنا نقدر نستغل في اي اكسسوارات معاكي، ممكن تواك اي حاجة، منظم شكله جميل جدا وشيك جدا وشكله جديد. شايفين حاجة تحفة كده اهو، هتستغلي يعني مش هترمي على بالتونة تاني، نقدر نكبره عن كده. لو عايزين الحجم اكبر ممكن لو عندك علب تونه اكتر هتكبري الحجم، وبنفس الطريقه دي هتستغليه. ممكن نستبدل قماش الخيش ده باي، ممكن قماش قطيفه، اي قماش يكون شكله حلو كده اهو، وحاسه انه هيكون شكله حلو في التزيين تزيني بيه. يا رب فكره النهارده تكون عجبتكم وتكون سهل عليكم، وان شاء الله تنفذوها بكل سهوله اهو. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بلايك وعمل اشتراك للقناة وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد.